تحية لكم مشاهدينا من جديد، ورحلة مسائية في برنامج من عمان لحلقة يوم الأربعاء. نبدأ هذه الحلقة مشاهدينا بمتابعة حن جائزة الغرفة للابتكار، كما ذكرنا أحد الجهود تسعى من خلاله الحكومة تشجيع الابتكار والقدرات البحثية، وتحديدا هنا نتحدث عن غرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس البحث العلمي. تعتبر هذه الجائزة النسخة الأولى. تفاصيل هذه الجائزة مشاهدينا برفقة ضيوفي في الاستوديو. نرحب باسمكم بأستاذ محمد بن خميس الحسيني، مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا وسهلا فيكم، جزيلا على هذه المبادرة. الله يخليك، تسلم. أيضا مشاهدينا نرحب باسمكم بالدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير برنامج بحوث الطاقة المتجددة وعضو اللجنة الرئيسية لجائزة الغرفة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم في برنامج. نبارك لكم أيضا يعني وجود نسخة أولى من مسابقة تدعم يعني مجال جدا مهم، مجال الابتكار. قبل ما نخوض أيضا في هذا الحوار حول الابتكار، أسألك أستاذ محمد، تحدثنا عن فكرة هذه الجائزة، عن أهداف أيضا هذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية لابد أن نقدم الشكر الجزيل لتلفزيون سلطنة عمان على هذه المبادرة الطيبة بالتعريف بالبرنامج والترويج له. بالطبع هي الفكرة نبعت من بيت الابتكار الكبير، بيت الابتكار الكبير اللي هو اعتبره مجلس البحث العلمي، وتقدمه إلى مجلس إدارة الغرفة بطلب تكون التعاون المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الجائزة. بالطبع يعني مجلس إدارة الغرفة رحب بهذه الفكرة من باب أهميتها، من باب أهمية جدا، من باب أهمية الابتكار. الهدف تقريبا إنشاء هذه الجائزة نترمي الطرفان هو من تنظيم هذه الجائزة نشر ثقافة الابتكار ورفد المجتمع بأفكار حية متجددة تثري الاستثمار وتثري الاقتصاد الوطني المتجدد، كي يكون اقتصاد مستدام حيوي بالأفكار الجديدة والمتجددة. كذلك الهدف يمكن يكون هدف كبير ربما يكون مخفي لحد الحين، اللي هو باب الشراكة بين فئات المنظمة للجائزة اللي هي صحيح. أول شيء غرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس البحث العلمي، ثاني شيء المجتمع معانا، المجتمع العماني والطلاب المستفيدين والبقية الفئات الداخلة في المسابقة هذه مستفيدة من الجائزة طبعا. نعم يعني. والمجتمع بشكل عام يعني راح يكون مستفيد من الجائزة. أستاذ محمد، يعني نريد أن نتعرف على فكرة هذه المسابقة أو هذه الجائزة كفكرة، في ماذا تتلخص؟ يعني كيف من إمكان المشاركة في هذه الجائزة؟ بالطبع المشاركة في هذه الجائزة هي مفتوحة لجميع الفئات الموجودة في السلطنة، سواء مقدرين السن يعني يكون أكبر من 15 سنة، ولا تفرق بين انه يكون شخص انه يكون عماني او مقيم في داخل السلطنه، وفي جميع القطاعات. يعني احنا يمكن فتحناها لقطاعات كثيره، 7 قطاعات، لكن راح نتعرف على هذه القطاعات. ولكن قبل ذلك نريد ان نتعرف على مراحل هذه المسابقه، كيف ستسير هذه المراحل؟ يعني هل هناك خطه ايضا لمده زمنيه يعني في كل مرحله؟ اولا حقيقه فرص سعيده ان نتكلم اليوم باذن الله سبحانه وتعالى مثل هذه المبادره بين مجلس البحث العلمي وغرفة التجارة والصناعة، مبادرة تهدف إلى الاستدامة في تحقيق الشراكة الأصيلة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات، القطاعات الحكومية والقطاعات الأكاديمية وغيرها. مع إعلان هذه الجائزة في الأسبوع الأول من أكتوبر من إبريل في هذا الشهر، ستستمر المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى راح تكون على مختلف المراحل، مختلف المحافظات في السلطنة. وأحب أنوه حقيقة أنه في مجهودات كبيرة قاموا بها أخواننا وفي الكليات التطبيقية والكليات التقنية في مختلف محافظات السلطنة، ومن هذا المنبر أود أن أقدم كلمة شكر كبيرة للمسؤولين في وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة لدعمهم لفكرة المبادرة. بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون عندنا 7 مراكز، يعني من الجيد أن أشير إليها قبل الإجابة على مختلف المراحل. هذه المراكز
المركز أو المركز الكلية التقنية العليا ممثلا لمحافظة مسقط. نعم. ثم معنا كذلك في محافظة ظفار الكلية التقنية بظفار بصلالة. عندنا كذلك الكلية التقنية بنزوة تمثل محافظتي نزوة والوسطى، والكلية التطبيقية بعبري تمثل محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي، وكذلك الكلية التقنية بصور تمثل محافظتي شمال وجنوب الشرقية، والكلية التقنية بالمصنعة تمثل جنوب الباطنة، والكلية التطبيقية بصحار تمثل شمال الباطنة ومسلم. بهذا نكون قد غطينا جميع. صحيح. والفكرة أن حقيقة أن كثير من الشباب عندهم أفكار لكن قد يكون استصعب وسيلة النقل أو هكذا، فكان من تسجيل بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون تسجيل إلكترونيا عن طريق موقع مجلس البحث العلمي. في المرحلة الحالية حتى نهاية أبريل نحن نستقبل أفكار كثير من الشباب وكثير من المبتكرين وكثير من القطاعات، نوعا ما يعتب علينا يقول أن الفترة ضيقة، لكن حقيقة نحن بصدد استقبال أفكار في المرحلة الحالية، ومن لديه فكرة يستطيع أن يسجلها سواء كان شخص أو فريق مكون من أكثر من شخص أو في شخص واحد، بإمكانه يسجلها مباشرة عن طريق موقع مجلس البحث العلمي. ما راح يأخذ، والموقع سهل جدا، وعلى فكرة هناك ضمانات تضمن ضمان الملكية الفكرية لصاحب الفكرة بشكل رسمي من مجلس البحث العلمي. سيتم في المرحلة الأولية فرز هؤلاء أصحاب الأفكار الابتكارية على مستوى المحافظات في المراكز. بعد ذلك سيتم اختيار، طبعا سيكون الفرز في المراكز على مستوى المحافظات، بعد ذلك سوف يتم اختيار 5 من كل مركز أو من كل محافظتين أو كل محافظة يعتمد على مكان المركز. هؤلاء الشباب سيطلب منهم تحويل أفكارهم إلى نماذج مبدئية، سواء كان تطبيق إلكتروني عن طريق الهاتف المحمول أو غيره، أو كان هناك نموذج كجهاز بسيط أو غيره. ثم يطلب منهم إعداد هذا لمدة 3 أشهر مع نهاية الصيف بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم سيكون هناك تقييم آخر مع نهاية في شهر 8 بإذن الله سبحانه وتعالى. سيتم اختيار من ضمن 5، سيتم اختيار مبتكرين. هؤلاء سوف يتنافسوا على المستوى الوطني في احتفالية بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون في شهر أكتوبر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا بالنسبة للمراحل الثلاثة ذكرتها. نعم. يعني تركز هذه المراحل أو الجائزة بشكل عام أستاذ محمد كما ذكرت. نعم. على محاور وقطاعات من الابتكار محددة. نعم. نتعرف على هذه المحاور. هي المحاور وقطاعات تشمل يعني القطاعات تلك المركز عليها في الخطة الخمسية التاسعة. نعم. هي قطاع الصناعة معانا، قطاع اللوجستي، قطاع الأمن الغذائي، وقطاع الصناعة، وإضافة إلى 3 قطاعات أخرى هي لقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الثالث الأخ أحمد يكون هو القطاع احتمال يكون التعليم، قطاع التعليم يكون معهم موجود. أيوه. يعني بشكل عام القطاعات اللي تختص بالعلوم والتقنية والتقنيات بشكل عام. جميل. بالنسبة إلى شروط هذه الجائزة، يعني ثمة شروط يشترط أيضا أن تكون في الفريق المسجل أو الفريق أو الفرد المسجل في هذه المسابقة. من أهم الشروط أن تكون الفكرة حديثة. ولما أتكلم عن فكرة حديثة أنت ما نتوقع أن يكون هذا المبتكر يأتي بشيء جديد، لكن قد يكون هناك في ابتكار أو في فكرة موجودة لكن أضاف عليها هذا المبتكر أو هذا أضاف عليها تحسين جديد، فممكن أن يعني ممكن أن تعتبر كفكرة ابتكارية. كذلك ننظر إلى الجانب، هل إمكانية، وهذه نقطة مهمة جدا، هذه المبادرة من غرفة التجارة، غرفة التجارة والصناعة ومجلس البحث العلمي تعنى بهدف الاستدامة، ويحقق هذا هدفين من خلال هذه المبادرة ومن خلال هذه الجائزة. أول أن هناك شيء دعم مستمر مثل ما ذكرت من خلال مختلف مراحل الجائزة، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، من تطوير الفكرة لدى المبتكر حتى وتقييم هذه الفكرة، هل هناك شيء إمكانية لتحويل هذه الفكرة إلى منتج يمكن أن ينافس على مستوى يعني السوق المحلي. دكتور أحمد تقصد بأن هناك إشراف متابعة في كل مرحلة لكل بالضبط فريق؟ بالضبط. أنا هناك في كل محافظة طلبنا من كل مركز أن يعد خطة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي في دعم هؤلاء المبتكرين. نعم. من خلال ورش أسميها توعوية
قد يكون ورش تدريبية بسيطة، وكذلك نحن قائمين كذلك بيوم مفتوح. اليوم مفتوح هذا يعني بشرح فكرة هذه الجائزة وتسهيلات وتقديم بعض التسهيلات لدى أصحاب الابتكارات، وقد يكون صعوبة وصول أوقات قد يكون لديهم صعوبة في التواصل معنا وهكذا، قدمنا لهم بعض التسهيلات. وجميل أيضا التوزع الجغرافي في ربوع السلطنة، يعني نعم. الوصول لجميع المبتكرين أو الشغوفين بهذا المجال في نعم. شتى أيضا ربوع السلطنة. بالنسبة نعم. لك أستاذ محمد، إحنا كما ذكرنا تأتي هذه الجائزة بالشراكة ما بين الغرفة ومجلس البحث العلمي. بالنسبة طبعا. إلى دور الغرفة، أين يكمن في هذه الجائزة؟ الغرفة كما تعلمون هي مؤسسة ذات نفع عام، هي مظلة القطاع الخاص بشكل عام. هدفها الأسمى أنها تكون يعني قائمة بدورها في خدمة الاقتصاد العماني والمجتمع العماني بشكل كبير، بالإضافة إلى خدمة القطاع الخاص، باعتبار أنها هي مظلة القطاع الخاص كذلك. همها جدا أنها ترفع صوت القطاع الخاص وتعرف بالمبادرات والجهود التي يقوم بها القطاع الخاص. القطاع الخاص حقيقة في عمان قطاع يعني خلال السنوات الأخيرة قطاع يعني مساهم في المجتمع، شاعر بمسؤوليته الاجتماعية، وهذا ملاحظ يعني ملاحظ جهات كثيرة، يعني مبادر بدرجة كبيرة. من الناحية الثانية هو الغرفة في نفس الوقت يعني نلاحظ أنه خلال مجلس الإدارة الأخير يعني تبنى أفكار في الغرفة، أفكار غير تقليدية، أفكار جديدة ابتكارية، كما نقدر نقول أنها ابتكار ابتكارية. هناك معانا يعني يمكن يكون أسمي لكم اللي هي الكرسي البحوث في جامعة سلطان قابوس، هذا صحيح. كرسي بحثي يمكن يكون أول مرة في دول عربية أن يكون فيه أو يكون على مستوى الشرق الأوسط كرسي بحثي للطلاب في جامعة سلطان قابوس. وهناك عندنا جائزة المسؤولية الاجتماعية، جائزة البحوث لطلاب التعليم العالي، وغيرها من المبادرات الجديدة يعني ما كانت صحيح. موجودة على السطح. جهودكم مقدرة حتى في برنامج من عمان. أستاذ محمد، إحنا ما يمر شهر إلا ونستضيف أحد من الغرفة ليتحدث عن عطاءاتكم، يعني في كل شهر هناك عطاء ملحوظ للغرفة. فتحية أيضا للقائمين على غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم أيضا الشباب، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجال قطاع الريادة بشكل عام. أعود إليك يعني دكتور أحمد فيما يتعلق أيضا بالتعاون، ولكن هنا أقصد التعاون القائم ما بين المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخاصة، المؤسسات الأكاديمية فيما يتعلق بإيجاد حلول ابتكارية في مجالات علمية بالتحديد. حقيقة مجلس البحث العلمي لديه الكثير من القنوات الرسمية والقنوات اللي أسميها البرامج، ما تعنى بدعم البرامج الابتكارية أو كذلك برامج دعم البحوث ومع شتى القطاعات. ويرحب المجلس حقيقة بدعم الشباب من خلال هذه البرامج في مختلف الاحتفاليات. حقيقة وجدنا فرصة جيدة جدا من خلال جائزة الغرفة لدعم حقيقي لتأصيل الشراكة الحقيقية مثل ما ذكرت سابقا بين القطاع الخاص والقطاعات الأكاديمية والحكومية. ومن هذا المنبر أدعو أنه للمشاركة الفعلية بعدم تردد بالمشاركة الفعلية في جائزة الغرفة، ذلك أنها ليست فقط منحصرة لطلاب الكليات والجامعات، ممكن الأطباء، ممكن أخواننا أخواتنا العاملين في القطاع الخاص، القطاعات الحكومية من لديهم أفكار سجل طلاب أفكار. المدارس أيضا وطلاب مدارس من سن 15 سنة فوق يعني ممكن قد يكون شخص لديه يعني يعمل في رأس العمل سواء كان في شركة وكذا وعنده فكرة رائعة جميل. لماذا لا نساهم بهذه الأفكار؟ لماذا لا نساهم بهذه الأفكار؟ والأهم من ذلك أنه هذا المبتكر أو صاحب الفكرة راح تقيم هذه فكرته من أعضاء لجنة التحكيم على مستوى المحافظة من أصحاب خبرة علمية وميدانية قوية جدا. فلو ما حالفوا الحظ في أنه يفوز بالجائزة أو يمر إلى المراحل القادمة للجائزة، فلا شك أنه راح يستفيد من خلال التوجيهات اللي حصلها من خلال الأخوة في لجنة التحكيم. فلذلك يدعو الجميع عدم التردد حقيقة يعني. صحيح. وأود أن أشير أنه بعد تسجيل الفكرة هو فقط يطلب عرض لمدة 3 دقائق. ثلاث دقائق فقط، والعرض مختصر جدا، يطلب من المبتكر شرح المشكلة الموجودة وما هي طريقة الحل باختصار شديد. بعد ذلك بعد 3 دقائق عرض مختصر جدا ستقوم اللجنة بيعني مناقشته خلال سؤال أو سؤالين فقط لا يزيد عادة عن هذا. في كل العملية أو كل العرض المطلوب عادة ما يزيد من 6 إلى 7 دقائق.
لدى كل شخص متقدم كفكرة ابتكارية. وأنا أتفق معك دكتور أحمد فيما يتعلق بأن القيمة في المشاركة في هكذا جوائز ليست فقط بالجائزة المادية، إنما أيضا في بقدر ما نستفيد أيضا من هذه الجائزة، أو نقول من هذه التجربة من تقدم في المهارات، أيضا صقل في نقول المعارف. إحنا سعدنا جدا بوجودكم اليوم، بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم فيما يتعلق بخدمة شبابنا. الأستاذ محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، شكرا جزيلا. العفو، شكرا لك جميعا. إن شاء الله. أيضا مشاهدينا الشكر موصول للدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير برنامج بحوث الطاقة المتجددة وعضو اللجنة الرئيسية لجائزة الغرفة، شكرا دكتور أحمد. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا متواصلين معكم في محطات حلقة برنامج من عمان في يوم الأربعاء، محطات متنوعة وثرية. المحطة القادمة بإذن الله ملتقى لمد في تكنولوجيا النفط والغاز. قبل أن نسبر في تفاصيل هذا الملتقى مشاهدين، أذهب بكم إلى هذا التقرير حول قطاع النفط والغاز، تابعونا حتى العاشرة.